السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الوالد الحبيب. الله يبارك في عمرك، تفضل. انصحني بكتاب تاريخ يكون فيه الروايات أغلبها صحيح. لا أعلم كتابا للتاريخ الروايات فيه صحيحة. كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله ورضي عنه. ليس كذلك، ليس كالذي تنشده، ويذكر أشياء كثيرة جدا غريبة وليس لها أسانيد. نعم، هل اشترط الإمام الذهبي في كتابه؟ لم يشترط الصحة. لا، نعم أعلم أنه لم يشترط صحة الروايات التي ذكرها عن في ترجمته لكثير من النبلاء، ولكن أراه في كتابه ترجمة لكثير ليسوا من أهل الصلاح. يعني صدقت، قد يكون فعل ذلك تنبيها على لشهرتهم. نعم، يعني النبلاء في نظره رحمه الله شهرة هؤلاء وليس صلاحهم. أحيانا ترجم على ما أظن ترجم لجحا، وترجم لأشياء الناس كثيرين. نعم، بارك الله في فضلك وجزاك الله خير الجزاء، وأسألك أن تدعو لي بصلاح الحال. بارك الله يصلح حالنا وحالك يا رب. الشيخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ. تفضل، الله يبارك فيكم. بعد إذن حضرتك بس أسأل على القضاء الصلوات الفوائد لسنوات. قضاء الفوائد لسنوات؟ نعم، تقضى قدر الاستطاعة. هذا رأي جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، لكن تقضى على الوجه المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك. تمام. طيب، حضرتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. تمام، نعم تمام حضرتك، بس في يعني بعض العلماء بيقولوا ان لم تقبل لان هي خرج وقتها، فانا مش عارف تفصيل المسألة. لا، دي هذا الكلام كلام بعض الحنابلة، ولانهم يقولون إن تارك الصلاة كافر، وعندهم الكافر لا يقضي ما فاته من صلوات، لكن الجمهور يرون أن تارك الصلاة مسلم وسيحاسب على صلاة، على تركه للصلاة. والنبي قال: دين الله أحق أن يقضى. نعم، جزاك الله خير. مرحبا بك يا أبا أحمد، وكثر السؤال عن تجهيز
شنط رمضان من زكاة المال. أقول هذا إن جاز في بعض الأشياء أو بعض الأحوال، لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز بصورة مطلقة، بمعنى لا يجوز أن تشتري الزبيب من زكاة المال، ولا قمر الدين من زكاة المال، ولا هذه الرفاهيات من زكاة المال. والأصل أن زكاة المال تسلم مالا لمستحقيها إلا إذا كان المستحق سفيها، فحينئذ ننزل أنفسنا منزلة أولياء السفيه ونجهز لهم الضروريات التي يحتاجون إليها، الضروريات من زكاة المال كالرز الذي لا غنى لهم عنه، الأشياء التي لا غنى لهم عنها نجهزها لهم بضوابط أيضا، أن تكون أرخص مما إذا اشتروا هم، وكذلك لا تكون هناك أي منافع عائدة على الشخص شخصيا عن المجهز هذا. وبالله تعالى التوفيق. آمن. أما أبو أحمد يستاذك يقول من فوائد البنوك إذا كانت تفعل لفقراء لا تربطك بهم قرابة ولا يعود عليك من ذلك وجاهة، إنما على سبيل التخلص منها لهؤلاء، فلا بأس بمثل هذه الحال، والله أعلم. وفقك الله يا أبا أحمد. كيف أكون وليا من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذا قال من قال: كل مؤمن تقي هو لله ولي، فالزم أوامر الله وانتهي عما نهاك الله عنه، تكن من أولياء الله الصالحين. وفقك الله. بارك الله فيك يا أبا الأركم الشيخ ربيع. وعليكم السلام يا هبة بنت صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. نعم، ما السؤال؟ والدي صاحب قرض. قولي والدي حفظه الله. إذا ذكرت الوالد قولي والدي، دعيله دعوة تجري. والدي حفظه الله صاحب قرض. من البنك، غفر الله له. كان بيبني في البيت. الله يغفر له. فأخويا كان بيبعت له فلوس. أخويا متغرب في ليبيا بقاله 8 سنين، فكان بيبعت له فلوس وقال له ما يسحبش قرض وأنه هو هيبعت له الفلوس اللي هو عايزها. فوالدي ما شاف الكلام وقال له ماشي مش هسحب، بس بعد كده سحب وحط الفلوس دي في بناء البيت. طيب وبعد؟ فبس وأخويا كان حاطط فلوس في دفتر في البريد، وجات له عليها فوائد، وهو مش حابب ياخدها، مستحرمها، واللي هو عايز يطلعها، يعني عايز ياخد، عايز يتخلص منها، يعني يريد يسد الفوائد في الفوائد، يعمل مقصة، يعني عايز يطلع الفوائد اللي هي من البريد، عايز يحطها في اللي هي اللي في البنك. تنفع ولا لا؟ لا تنفعش. نعم، لا تصلح، لا تصلح، يخرج على سبيل التخلص منها لأي فقراء. الله يحفظك. ماشي، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله شيخنا الفاضل، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله حياك وبارك فيك. كان في مسألة وأنا وحاولت أن أتصل بعد البث ولكن لم أمكن من الاتصال. مسألة المجاز في القرآن يا مولانا. مسألة المجاز في القرآن. الحمد لله. في كتاب الإيمان قرأت ابن تيمية في كتاب الإيمان وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ككلمة مجاز، كاصطلاح المجاز، لم يكن في الصدر الأول لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعرف المجاز كاصطلاح في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، وتلك هي القرون المفضلة. أما عن حقيقة المجاز فالعبرة بما آل إليه المجاز، فإذا آل المجاز إلى سنة قبل بغض النظر عن الاصطلاح، إذا آل إلى بدعة رفض. على سبيل المثال، فوجد فيها جدارا يريد، أو عفوا واسأل العير التي كنا فيها،
وأسأل العير التي كنا فيها، أسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. معلوم لدى الجميع خلافا لبعض المفسرين الفضلاء الذين قالوا إن المراد اسأل القرية نفسها، اسأل أحجارها وبيوتها، لأن الأنبياء لهم خصوصية. معلوم لدى الجميع أن اسأل القرية اسأل أهل القرية. سبحت المدينة لا تلومها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهلها. وكذلك والعير التي أقبلنا فيها اسأل أصحاب العير. لكن إذا أل المجاز إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى فهو مرفوض، لأن الله أثبت فنثبت لله ما أثبته لنفسه. هذا باختصار شديد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. كان سؤالي عن حكم تصوير جزء من وجه المرأة أو شعرها، دكتورة طبيبة هي اللي بتصوره يعني، عشان تتابع بعد كده مراحل التطور بتاعة المعالجة، خصوصا الشعر والوجه، لأنها دكتورة أمراض جلدية. ها؟ حكم تصوير جزء الوجه والشعر، تصوير بتكبير يعني، بتزوم يعني على الشعر او على الوجه عشان تصوره، وبتشوف تتابع مع الحاله بعد اسبوعين ثلاثه تطور الموضوع. يعني الا ترى ان هذا للضروره وانه جائز؟ هو لازم تصور فعلا. خلاص، لا مانع. لا مانع من تصوير الوجه وتكبيره في الصورة، تكبير صورته، لكي تتمكن الطبيبة من التشخيص ومن تتابع، وكي تتمكن من متابعة الحالة. تمام جدا. طب هو حكم استخدام هذه الصور أمام نساء أخريات، توريها يعني أنا عملت ده في الحالة دي وأقدر أعمله لك أنت كمان؟ ما في مشكلة. تمام يا شيخ، جزاك الله كل خير. وإياكم، لكن استحب أن تستأذن صاحبة الصورة في مثل هذا. هي تستأذنهم جميعا. لا بأس. سوري. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك. شيخ مصطفى، كنت بسأل عن حكم اللي هو يعني في بيضة أو أي فاكهة بتكون موجودة عليها. نعم. مثلا زي كلمة الله، ماشي، إن احنا نشوف حاجة نلاقي على الله، وإن احنا تبقى نجعلها يعني كأنها مقدسة، نقول عليها مثلا سبحان الله. يا أخي الكريم، سبحان الله يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني حاجة فخلق السماوات والأرض، هل ينفع أن أنا أصبر فيها وأخلي الناس تزورها؟ اصبر يا أخي، اصبر يا أخي. فضل. الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض أكبر من خلقك. فهل أنا متوقف عن الإيمان إلى أن تأتيني كلمة مكتوب عليها أتصور أن مكتوب عليها الله؟ كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، والإنجليز لن يخروك على هذا الكلام. فيعني آيات الله أعظم، أحسن من قال. فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الليل والنهار والشمس والقمر والمرض والعافية والحب والبغض والملاحة والدمامة والحلو والحر والظل والحرور، كل هذا دليل على قدرة الله. لست منتظر
أن أفكر في واحد وأقول هذا العروق هذه مكتوب عليها كلمة الله، لست في حاجة إلى هذا، وليس في ديننا شيء يدل على هذا، كلنا آية من آيات الله. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل شيخنا. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، لو في مقابر امتلأت بعظم الموتى وما الأهل الأموات دول ما عندهمش مكان تاني، إما إن هم يسحروا في المقبرة وإما إن هم يبنوا دور تاني، أيهما أولى؟ يحفروا في المقبرة أفضل. لو سمحت يا شيخنا، في واحد دفع بعض الأموال، أموال بلغة النصاب يعني، لأحد الشركات المقاولة، لكن بيمطلوا معاه يعني، هم ما ادلوش الفلوس ومش عارف الفلوس هترجع ولا مش هترجع، فهل هذه الأموال يجب عليها الزكاة أم لا؟ لا تجب عليها الزكاة إلا إذا قبضت، ومن الممكن أن يقدرها وتكون في ذمته، إذا رجعت الأموال أخرجها، ما رجعت لا شيء عليه. طيب يا شيخ، لو رجعت مثلا بعد 10 سنوات هل يخرج على 10؟ لا، يخرج عن سنة واحدة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك فيكم، وفقك الله يا غريب ابن حشيش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. نشكرك على ردك التام للسلام، تفضلي. أنا حامل يا شيخ في الشهر الرابع. طيب. بقالي بالأيام كده 101 يوم بالظبط. نعم. وكنت بتابع مع دكتورة، والدكتورة قالت لي اعملي أشعة، وعملت أشعة وكده، وطلع القلب في الجنين بره القفص الصدري يا دكتور يا شيخ. قالت لي إن القلب بره القفص الصدري. عذراً. عذراً. أيوة. الجنين في أي شهر؟ في الشهر الرابع، أول الشهر الرابع. يعني لم تنفخ فيه الروح. أنا بقالي 101 يوم بالضبط. على العموم الروح تنفخ، الروح التي تنبني عليها الأحكام الشرعية بعد 4 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم على رأي الجمهور. 120 يوم يعني هذا الذي تنبني عليه الأحكام الفقهية، أما الأطباء فلهم أقوال أخر، والعبرة بأقوال الفقهاء في هذا الباب. يعني حضرتك يعني ما دامت الروح لم تنفخ فيه يجوز إنزاله إذا كان مشوها أو إذا كان وجوده مضرا على الام اضرارا يعني يضر الصحه العامه، لان انا باخد حقنه كليكسان كل يوم كمان. جبتك يا حبيبي على السيوله، لازم اخدها كل يوم كل يوم. الله. كل الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابا حمزه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي 3 أسئلة بعد إذن حضرتك. سل. في البداية بس أرجو من حضرتك تدعو لوالدتي بالشفاء. الله يعافيها وعافي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا يا رب. يا رب. يا رب. ولك بمثل يا أخ مصطفى الجوهري، بارك الله فيك. حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. الصلاة جائزة مع الكراهة. نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور، ونهى النبي عن الصلاة إلى القبور، ولكن إذا قدر وصليت فالصلاة صحيحة. رأى عمر أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. أما النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور فكثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. لكن إن قدر وصليت فالصلاة صحيحة، وقد صلى النبي عند الكعبة وحولها 360 صنما، لكن
لا تصلي إلى القبور، إن صليت الصلاة تصح، لكن تتحمل اسم المخالفة استقلالا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله في عمرك يا شيخنا، ربنا يخليك، جزاك الله عنا كل خير. وإياكم. حضرتك شيخنا، حديث ال 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، رواية لا يرقون، حضرتك شاذة، رواية شاذة، لا يرقون تفرد بها راوي اسمه سعيد بن منصور وهو ثقة لكن شاذة في هذه اللفظة. نعم، يعني حضرتك يرقون، يعني كان أحد الإخوة بيرفض أن يرقي أحد. شاذة، هو يجهل الحديث، يجهل علم الحديث، زيادة شاذة. زيادة شاذة. وكل الطرق الأخرى على أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. شاذ سعيد بن منصور فبدل فقرة بفقرة وأتى بهذه اللفظة. حضرتك سيدنا، حضرتك ترى لا يسترقون يطلبون الرقية أم الرقية للجاهلين؟ يطلبون الرقية لأنفسهم. لا يطلبون الرقية لأنفسهم. أما إذا طلبوها لغيرهم جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فوجد جارية لأم سلمة في وجهها سفعة، أي تغيرا وسوادا. نعم. فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. يعني الرقي معلوش أي تبع من الحاجات دي شخنا عادي حتى؟ لا، النبي رقي، رقى النبي ورقي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل عليه السلام وهو رقى. بسم الله أرقيك. نعم نفع الله بكم شيء طبيكم ولك بمثل. يقول البث يا أم رزان، تقول البث يتقطع اليوم كثيرا، الكلام صحيح عبد الرحمن؟ هل لك متابع أو أنك انفردت بهذا الرأي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. الأول يا شيخ، أريد بس معرفة حكم قراءة القرآن بدون وضوء. لا مانع، والأفضل الوضوء، أما الجواز فلأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم فنظر إلى السماء وتلا الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران أو الأحد عشر، وذهب بعدها وتوضأ، والله أعلم. طيب بعد إذنك، هل امساك المصحف بدون وضوء جائز ولا مس المصحف بدون وضوء جائز؟ وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، اختاروا قول أهل العلم القائلين إنه الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. من حسن الشيخ، سؤال آخر معلش. نعم. بالنسبة يقول أشتغل في تصنيع الشيشة وليس لي دخل غيرها، وعارف أنها حرام. الله يهديك واصلحك يا رب وتوب علينا وعليك، أقلع، بارك الله فيك. السلام عليكم. الشيخ أشهد الله أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم أمين، بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال يا شيخ بخصوص القراءة في الفجر يوم الجمعة، هل ورد على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بغير السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة؟ لم أقف على شيء من مما ذكرت، لكن عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منهم مجوز لذلك وبالله التوفيق. نعم يا شيخ. سؤال آخر يا شيخ، حينما يا شيخ أريد أن أذهب يعني إلى مكان في مصلحة حكومية مثل الشهر العقاري، في الآن أصبح في بعض النوادي لابد أن أغير الثوب، يعني إذا أنا ألبس جلباب لا يسمح لي، مش عارف، ما أدري والله ما هذا الذي البلاء الذي حل بنا الآن. لا جزاهم الله خير من سنوا هذه القوانين الباطلة، يمنعون الناس من قضاء مصالحهم، لازم يجبرونهم على أن يلبسوا، على أن يلبسوا بس السراوي البناطيل الضيقة. ولو دخل شخص قسيس ما منعوه، ما منعوا القسيس من دخول النار، لكن يمنعه الذي تأسى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. للأسف إذا دخلت وأنت تلبس الثوب الأبيض النظيف الجيد
وتلبس العمامة كلبس رسول الله يمنعك، يدخل البس لبس قسيس لا يمنعك. وهذا من البلاء الذي حل بالناس، تلبس لبس الإفرنج وتخنق نفسك بالجرافطة وبنطلون ضيق وساقط من الخلف يسمح لك، لكن لبس الرسول الساتر للعورات الساتر للسوءات تمنع. لا جزاه الله خيرا من سن هذه القوانين، لا جزاه الله خيرا من سن هذه القوانين، لا جزاه الله خيرا من سن هذه القوانين. فهموا يا جماعة يا أهل الإسلام، يعقلوا يعقلوا المسؤولون عن النوادي لا بورك في مساعيهم هذه التي يسنونها، لم يمنعون المستقيم الصالح الذي يلبس لبس قال الله قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يمنعونه إذا لبس القميص، وإذا لبس بنطلون ساقط من الخلف، وإذا لبست الفتاة شيئا يكشف جزءا من فخذها سمحوا لها. لكن للأسف إذا لبست الوحدة لباس الصحابيات ولبس الرجل لبس رسول الله يمنع. حسبنا الله فيهم جميعا، حسبنا الله فيهم جميعا، حسبنا الله فيهم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ اتفضل. عندي سؤال ليا وسؤال لوالدتي. هبدأ انا مع حضرتك. انا شغال في شركة في قسم المبيعات، تمام؟ من ضمن الحاجات اللي بنبيعها اجهزة كهربائية مثلا عناية شخصية للنساء، فبيبقى في صور مثلا حاجات مش مظبوطة مثلا على العلبة من بره، مثلا رجل مثلا مش عارف ايه، عشان يوضحوا الصورة للجمهور يعني. فالفلوس اللي انا بقبضها دي فيها شبهة ولا حلال؟ الفلوس اللي انا بقبضها بسبب شغلي ده حلال ولا حرام؟ يعني انت هتعمل ايه؟ ما شغلك؟ انا ببيع جهاز كهربائي عليه رجل واحدة، مصور عليه رجل واحدة، عليه رجل واحدة. عملك حلال انت؟ انا عملي حلال، لكن انا حتى السلعة انا ببيعها دي انا عادي. بيع السلع ما نستطيع نمنع كده، هذا معمد به البلوى، صابونة لوكس عليها وجه امرأة عليها زراف، لا نستطيع أن نحرم البيع. تمام، لكن الصور دي حضرتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر إليك، ابنك قدم نفسه عليك، سامحيه. لا أبدا لا. سامحيه، الله يغفر له. لا تفضل. الله يسلمك. ربنا يكرمك يا شيخ مصطفى. حضرتك إذا كنت في مكان وما كانش فيه مصلى للنساء، فكنت بأصلي جالسة، ما حكم الموضوع ده؟ صلاتك لا تصح إذا كانت فريضة. هي فريضة مثلا أنا في مكان في المستشفى. لا يجوز لك أن تصلي الفريضة وأنت جالسة وقادرة على القيام. ولو في وسط المجتمع يا شيخ مصطفى؟ والمشكلة مصلي في جانب من الجوانب، ما فيش مشكلة. الصحابيات كنا يصلينا خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما كانت لهم صندرة نساء ولا حاجة. وحضرتك كانوا الخلف، لكن أنا لو صليتها بفوت. ولو واحد دخل وهم يصلون هذا وارد أو غير وارد؟ وارد، بس هو الطبيعي نبقى المكان اللي أنا بقى. هذه تقليعة جديدة تفعلها النساء في زماننا، يصلون الفريضة قعودا بحجة ألا يراهن أحد. كلام غير صحيح، الفريضة تصلى وأنت قائمة ما دمت تستطيعين القيام. تمام. طب سؤال تاني حضرتك، لو أنا دخلت المستشفى مثلا لتعليق جرعات من الدم أو الحديد، فكانت الموضوع ده بيستغرق أكثر من 5 ساعات. الله يعني. طبعا لا علم ليه كان ممكن يدخل عليه أكثر من وقت، من الظهر للعشاء، وأنا مثلا في غرفة العناية المركزة. والله يعني الضرورات لا أحكامها الخاصة. فإن كانت الصلوات مما تجمع جماعت بين الظهر والعصر قبل دخول العملية، أو أخرت المغرب ولا شيء بعد دخول العملية. تمام، لكن الظهر والعصر المغرب كده أخطأت. لا، ما هنصلي الظهر والعصر جمع تقديم، والمغرب ولا شيء جمع تأخير. ما أنا ما كانش لي علم يا شيخ مصطفى بالوقت أنا هستغرب. نعم، ما كانش لي علم أن أنا هاخد الوقت اللي أنا هاخده في الموضوع. ما فيش مشكلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله عنا كل خير. وياك. حكم الذهاب إلى المقابر وتوزيع الحلوى والخبز بعد الوفاة 15 يوما. لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنيع محدث.
السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، هي الملحمة الكبرى من علامات الساعة الصغرى ولا من علامات الساعة الكبرى؟ الصغرى. تمام، شكرا. الله يكرمك. أيمن الحسيني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يبارك في حضرتك يا رب. وإياك. ويبارك في حضرتك ويجزاك الله خير. وإياك. سؤال واحد بعد إذن حضرتك. تفضل. دلوقتي لو أنا مثلا حاطط مبلغ من المال عند واحد بيشغل لي الفلوس بتاعته. نعم. ماشي؟ وانا دلوقتي المفروض الفلوس ديت مثلا اعد عليها الايه الحول، والمفروض هطلع ايه زكاة المال. ماشي. وانا عليا ديون اطلع زكاة المال ولا اسدد ديون الاول وبعد كده لما اخلص سداد ديوني اطلع زكاة المال؟ سؤالك تاني. انا عندي مبلغ ولا قدر مثلا ايه حوالي 100 150 الف. نعم. مديهم لواحد بيشغلهم لي. حسن. خلاص. انا دلوقتي مثلا المبلغ ده عد عليه الحول سنة كاملة والمفروض هطلع الزكاة عليه. نعم. صح. دلوقتي مثلا انا عليا ديون في السنة ديت، انا اندينت مثلا استلفت من فلان وفلان وفلان واندينت وعليه مبلغ ايه ان انا مثلا عليا دي، انا بقى سد ديونك ولا اسدد ديون الاول؟ سد ديونك، لان يعني المال الذي تملكه هو المبلغ المشغل مطروح منه الديون. فاذا كان المبلغ الذي يشغل اذا خصمت منه الديون لم يبلغ النصاب ليست عليك زكاة، لكن اذا كان بلغ النصاب اذا حذفت منه الديون ايضا زاد على النصاب اخرج الزكاة اولا. اخرج الزكاة اولا وبعد كده اسدد الديون. انت فهمت كلامي جيدا؟ فاهم كلام حضرتك، فاهم كلام حضرتك. الله يزيدك فهما. بارك الله فيك. مرحبا مصطفى بكر، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. حضرتك ممكن سؤال؟ تفضل. عندي محل ملابس وبتعذر عليا ان انا اخرج زكاتي نقدي، فيجوز ان انا اخرجها من الملابس؟ مش زكاة المال، تخرج زكاة الملابس ملابس في حال عدم وجود السيولة المالية معك. نعم. عندك 100 قطعة 200 قطعة تخرج عنهم 5 قطعة من نفس الجنس اذا كانت تصلح للفقراء. نعم، يعني يجوز احسب زكاتي بالمال، يعني مثلا انا عندي مثلا. لكن لو معك مال سائل لازم تخرج زكاته مال سائل. نعم. لكن اذا كان عندك ملابس راكدة زكاتها اخرجها من نفس جنسها. من نفس جنسها اخرجها ازاي حضرتك؟ في الالف 25 قطعة. على الالف 25 قطعة. نعم. ماشي، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. معنى التطير التشاؤم نعم. وكان يأتون أحيانا بطير طار شمالا يفعلون، طار يمينا لا يفعلون، كله من الجاهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ مصطفى، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني لو سمحت، انا يعني بحرص نوعا ما على سماع الفتاوى بتاعت حضرتك كل يوم، هل ده شيء مفيد ولا الوقت ده مثلا اسمع فيه درس يعني؟ والله يعني أنا ماذا اقول لك، انا عارف ان الحمد لله ان الفتاوى مفيده، لان بنحرص على الادله. يعني سماع الفتاوى لطالب العلم شيء مفيد ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا طبعا ان شاء الله باذنك يا رب. ليس لأنني الذي أتكلم، لكن عموم الفتوى المدللة بالدليل تنفع. فعن سؤالك، هل تحية المسجد واجبة؟ وعن استدلالك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أقول وبالله التوفيق إن هذا الأمر للاستحباب، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله،
قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وأيضا جاء ثلاثة نفر والرسول صلى الله عليه وسلم في درس في المسجد، أما أحدهم فوجد فرجة في الصف فجلس فيها، فقال النبي هذا أقبل على الله فأقبل الله إليه أو عليه. فتحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، والأمر فيها للإسلام. وياكم ملحمة حرب يا. تقول الصوت ما أنه مسموع. السلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. الله يحفظك شيخنا. من فضلك بعض الأحاديث اللي ورد في فضل فضائل شهر شعبان. لا أعلم شيئا ثابتا في فضائل شهر شعبان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. بعض الروايات كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أما ما وراء ذلك من الأحاديث في فضل شهر شعبان لا أعلم أي حديث ثابت. نعم. وحديث إذا انتصف شعبان ولم يصوم أحدكم فلا يصوم. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر. منكر. حكم عليه الأئمة بالنكارة كالإمام أحمد وابن عدي وكذلك الشوكاني، عدد من العلماء حكموا عليه بأنه حديث منكر. وما يدل على نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، فتدل على الجواز، أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أكرر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف أخذ على راويه عبد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاضي، بارك الله فيكم. سد الله عنك يا ابن دماسية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلتك، أنا اتصلت من يومين بخصوص عمتي التي توفت. وجدت سؤالك وإن شاء الله بعد الدرس أجيبك إن شاء الله. نعم يا فندم. وجدت سؤالك على الرسالة وبإذن الله أجاوبك إن شاء الله. طب حضرتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أنا بسأل يعني برغم إن إحنا ملتزمين أو نحسب نفسنا كذلك يعني القرب من الله، ومع ذلك بيجي الواحد أمراض، ودلك يعني الكثير من الملتزمين زي الاكتئاب والحزن وإن هو مش عارف يعيش في المجتمع. فهل اصلا وجود المرض النفسي للملتزم ده مرفوض يعني مش موجود، ولا هو موجود وايه العلاج وايه الاسباب؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فجرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الخلق يبتلون في أموالهم، في أجسامهم، في أولادهم، في غير ذلك. قال تعالى لأهل الإيمان ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فأخبر الله أننا سنبتلى في أموالنا وأنفسنا وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا الابتلاء إذا حل بالمسلم يكون لرفع درجاته ولتكفير خطيئاته، أما إذا حل بالمجرمين العصاة فيكون انتقاما منهم وتنكيلا لهم عياذا بالله سبحانه وتعالى.
فالهدم يسقط على الناس، يموت تحت الهدم الصالحون والطالحون، فصاحب الهدم شهيد، والآخرون الكفر خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، والله أعلم. ما كنا نعلم أن صلاة النساء الفريضة يا أختي الفريضة، لا بد، لا يصلح أن تصلي الفريضة جالسة وأنت قادرة على القيام. النافلة إذا صليتها كذلك جالسة وأنت قادرة على القيام لك نصف الأجر. وجزاك الله خير يا إبراهيم شوقي، وفقك الله يا صالح الماضي، وحفظك الله يا بودي رضا. السلام عليكم. رمزي أبو اليمن يقول في تشويش يا عبد الرحمن. الله يبارك فيكم، تفضل. أنا لو تكرمت عندي سؤال، ولكن أرجو أنه ما يكونش على العام. لا هو على العام الآن، إذن أجله على الخاص أحسن. طيب إزاي توصل مع حضرتك بعد الرقم معروف 0 1 5 3 3 3 8 3. تمام، شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا يا فضيلة الشيخ الدكتور عمرو بن عبد البديع، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من فضل حضرتك يا شيخ، في زوجين اتفقوا بعد خلافات كتير ان هم هيبقوا على عقد الزواج، ولكن تفرقوا، كل واحد عايش في مكان دلوقتي. عن تراضي منهما؟ عن تراضي. الصلح خير أفضل من الطلاق. قال الله تعالى: وأرجو أن تمعني النظر وأن تلقي السمع حتى تفقهي ما يقال، لأنه سؤال ليس بخاص بك، إنما على شاكلة السائلة كثيرون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. امرأة خافت أن يطلقها زوجها فقالت: أنت في حل من أمري، يعني لا تنفق علي ولا تقسم لي مع سائر الزوجات، ولكن تبقي علي كزوجة. فإذا قال لا أنا موافق على هذا، لا يأثم وهي لا تأثم، هذا أفضل من الطلاق، لأن الله قال والصلح خير. والعكس أيضا، امرأة قالت لزوجها: أنا لا أريد المعيشة معك. لماذا؟ قالت: أنا لا أحبك وأريد منك أن لا أتحمل أمام الله إثمك، أنت تدعوني للفراش، أنا لا أحب معاشرتك وأريد الانفصال عنك وسأختلع، خذ صداقك واتركني في حل من أمري. فقال لها: طيب أنا مسامح في حقي، ولا تطلقي من أجل الأولاد. فقالت: أنا موافقة، وهو قال: أنا موافق على هذا، هذا أفضل من الطلاق. طيب السؤال، كان حصل في سنين العشرة بينهم تقصير منها وتقصير منه. المهم الآن، عفوا مش هنراجع التاريخ، الآن هما متراضيان على هذا الشيء أو غير متراضيان؟ متراضيان دلوقتي خلاص، وبيتعاملوا باحترام، وما بينهم الأولاد، وما فيش أي حاجة دلوقتي خلاص. يعني الموضوع أفضل دلوقتي بكتير من ما هما كانوا مع بعض. الله يكفي كل منهم شر الآخر. ولكن دلوقتي الأمر بقى الزوجة، لأنها يعني دلوقتي مش عاجبها المعيشة تطلق، لكن مدام تراضوا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كلمت حضرتك من شوية بالنسبة للمبلغ اللي أنا كنت حاطه ده، لما أطرح مثلا الديون بتاعتي من المبلغ الكلي، بطلع الزكاة مثلا، ولقيت مثلا المبلغ اللي فاضل يجيب الزكاة مثلا، إيه يجيب النصاب برضه، أعمل مثلا الزكاة على المبلغ الباقي ولا المبلغ الإجمالي؟ لا، المبلغ المتبقي بعد استخراج الديون التي عليك. بس لكن مش على المبلغ الإجمالي. ما أنا جاوبتك، لازم تفهم من تاني مرة، ما تفهم من أول مرة. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. الله يسلمك. لكن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويكرمك يا رب ويزيدك من فضلك. وياك. عايز أسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل سجود آخر ركعة في السجود لو أطلنا في الدعاء ده ما ينفعش، لازم كل السجود يبقى زي بعض؟ لا ما يلزم، الأمر فيه ساعة. طيب السؤال الثاني حضرتك، أنا كنت بقالي سنين كانت أمي الله يرحمها ويحسن إليها كانت بتوزع صدقات من زكاة أخويا على ناس مساكين، فلما ماتت بدأت أنا أوزع الصدقات ده، فبدأ الموضوع يكبر معايا وبدأ ناس ياخدوا مني، يعني يعرفوني وبدأوا الناس يقولي وأنا معرفهمش، وأخويا بقى يجيب لي فلوس بتاعت ناس صحابه كمان أوزعها زكاة مال في رمضان، فالناس خوفوني وقالوا لي أنت لازم تتحرى على الناس اللي بتاخد منك الفلوس وكده، فبدأت أجمع بطايق ودي للأرامل والمطلقات، فاكتشفت بعدها برضو أن المطلقات والأرامل دول في ناس بتبقى مطلقة وتجوزت تاني وبتجيب لي مثلا أسمة. عفوا من الممكن إذا شق عليكي هذا التحري والبحث إذا كان عندكم جمعية أو مؤسسة عليها ناس أفاضل يقومون نيابة عنك بإيصال الأشياء إلى مستحقها فعلي، وخلي معك مش حرام علي ان انا افهم بس الكلام الاخر افهم الكلام الاخر في اجعلي جزء من المال معك للحالات التي انت متاكده انها من اهل الاحتياج، والباقي الذي انت متشككه فيه اعطي الاموال لجمعيه وقولي لهم اذهبوا للجمعيه تبحث حالتكم بس. ما فيش علي حرام ان انا اردهم؟ لا مش حرام، لان في ناس الان كثيرون يمتهنون التسول الآن، مش كل سائل صادق فيه، يعني يأتوننا منهم الكذاب، يكون عندك أمس ويجي لك يظن أنك نسيت، تقول والله ما جت لك لي سنة. أيوة صح، كذاب أشر معايا كده كتير. أيوة امتهنوا هذه المهنة، فلا نستطيع أن نكون بلهاء نعطي حق الفقراء لناس لا يستحقون. طيب فيعني مش لن نقول خذي الزكوات لك، لا رشديها، يعني إذا منعنا زيدا سنعطي عمرا إذا كان عمرا من الاستحقاق. أيوة يعني وزع الناس اللي أنا عارفها واللي مش عارفها أقول لهم أنا ما عنتش بوزع. لا ما تكذبيش أيضا، قولي طب ما أنا مش عارفة يعني أخلص منهم إزاي، أنا في إحراج جامد من الناس بكتب. أسليهم للجمعية المؤسسة في بلدكم، أنت يعني جاي من أنا من السنبلاون حضرتك. طيب السنبلاون كلها معروفة معروفة. أيوة ما إحنا عندنا ناس محترمة وناس بتوزع بس. طيب أيوة هم بتعودوا علي، أنا بقالي تقريبا 10 سنين في الموضوع. لما طيب هقول لك يعني تعودي عليك يا أختي الكريمة، الجمعية ترسل لك ورقة تقول لك هذا محتاج بس. طيب خلاص يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي كان في واحدة بتحفظ القرآن لزوجتي، كانت بتقول لها ان في أثناء ايام الاخر العادة الشهرية يجوز يعني الجماع ويجوز جمع الغسلين مع بعض، بس هي كانت قرأت وسمعت ان الموضوع ده حرام. عفوا أعدي السؤال تفضلا. قالت لها ان يجوز في اخر ايام العاده بعد ما تنتهي قبل ما تغسل يجوز الجماع وجمع الغسلين مع بعض، غسل الجماع لا يجوز، غسل العاده لا يجوز. هذا راي اثاره بعض العلماء المعاصرين الذين ماتوا قريبا، يقول يجوز للزوج، هو يقول ذلك، يقول يجوز للزوج ان يغشى اهله بعد انقطاع الحيض قبل الاغتسال، وهذا الكلام غلط خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن تنقطع عنهن الحيضة، فإذا تطهرن فأتهن إذا اغتسلن، فلا يجوز الجماع قبل الغسل عند الجماهير من العلماء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال ما لي أرى الجن أحسن ردا منكم إذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ما نكذب بشيء من آلائك ربنا، الخبر ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا.
استاذ حضرتك دلوقتي احنا مجموعه شباب كنا بنعمل نحن احسن من احنا نحن مجموعه شباب كنا بنروح بيوت نعمل اسقف ووصلات ميه وكده تمام مش جمعيه ولا حاجه مجهود فردي يعني فدلوقتي كان بيجي لنا فلوس وبنضطر ان احنا بنسافر في حتت بعيده فهل يجوز ان احنا فلوس المواصلات ناخدها من فلوس اللي بتجي لنا طلبات يجوز هذا تاخدش مواصلات بقى يعني اذا كان كل المساله 500 جنيه لا تاخذ سياره خاصه بال 500 جنيه انما تركب لا هي مواصلات ما بناخدش سياره خاصه ابدا تبقى مواصلات بس ماشي لا بس يعني بتكون خيرا الله يكرمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل في حديث ارفع صوتك هل يوجد حديث خاب قوم ولوا امرهم لا مش خاب حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة نعم لكن تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عم الحمد لله عندي سؤال لو سمحت تفضل المكان اللي بصلي فيه في الحي عندي يا شيخنا في مسجد والمسجد ده تحته جراش مصلى للنساء ففي احد متبرعين من اهل الخير جدا يعني بيبلط المكان للنساء ده السيراميك بس ابن صاحب المسجد يعني في نيته فيما بعد اللي هو يلغي الكلام ده ويستنفع بالجراش فهل ابلغ المتبرع ولا يبقى على اسم ولا يعني هو في نيته اظهر الذي في نيته اظهره يعني هو عاوز يلغيه والكلام ده مش عاجبه بس والده طبعا موجود فمش قادر يتكلم وباح لنا الكلام يعني اللي هو يلغي الكلام ده ويستحوذ على الجراش وكده بس في واحده يتبرع بمبلغ مثلا 10,000 جنيه خليه يتبرع ويصلحه ما في مشكله ما دام سيصلى فيه الان ورأى القلوب تتغير يمكن لعل الله سبحانه وتعالى يهديه يعني لا أبلغ صاحب المكان بهذا أنت افترضت أن الوالد مات وجاء الولد تغيرت نياته وطرد الناس من المسجد لا الأمور تتغير سبحان الله سكوت أفضل يعني نعم جزاك الله خيرا شيخ الله يكرمك إذا كان هو يريد تخريبه بعد ذلك أنت تخربه الآن أنت بمنك له السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ الحمد لله اتفضلي من فضلك يا شيخ انا كنت حامل في 3 شهور ومعايا طفله 6 شهور واهلي بيقولوا لي ان انا اوقف الرضاعه وهي لسه 6 شهور يعني فكنت سمعت حديث عن الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع انا كنت هنهاكم يعني فيما معنى الحديث كنت هنهاكم عن الرضاعه لولا ان رايت الروم والفرس يعني يرضعن اولادهم ولا ياذونا وواحد كمان اللي هو مش فاكره كويس يعني بس اللي هو ان الطفل لما يكبر بيموت بسبب الغل اللي هو الرضاعه يعني لا 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 كلام غير صحيح محامل. كلام غير صحيح انت الان الحمد لله حامل ان اردت ان توقف الرضاعه اوقفتيه لان الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة طيب سؤال تاني إذا لم يرد خلاص طيب من فضلك أنا الصلاة بتاعتي أنا الطفلة عشان 6 شهور كده متعلقة بيا جامد وبتفضل تعيط يعني أوقات السنة ما بقدرش أصليها في وقتها يعني بتفضل تعيط ومتعلقة بيا وأنا زوجي بره يعني في الخارج كده وأنا لوحدي احمليها على الكتف وأنت تصلي مش مشكلة طيب ماشي في برضه سؤال معلش آخر سؤال ناقصة هو يعني أهل زوجي حماتي يعني لو عايزة تروح معايا مشوار وأنا عايزة أروح لوحدي مثلا وهي كويسة معايا وبعلم زوجي يعني إن أنا هروح لوحدي وكده ممكن أقول لها لأ مش هروح وأروح؟ لا تكذبي لا تتعودي الكذب الله يكرمك ورجلي ينفع تبان في الصلاة وأنا بصلي في البيت؟ يا ماشي غطي قدر الاستطاعة مش تجلسي يعني كشف الساق غطي قدر الاستطاعة
أو اللي هو القدم يعني، وعلى خلاف بيقولوا ما ينفعش رجلي. الصلاة تصح، الصلاة تصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. السؤال الأول بعد ما حضرتك، كيفية إخراج زكاة المال، وهل يجوز في أقوال بتقول إن هو إن زكاة المال بتخرج على الفضة، وهل ده صحيح؟ والله هل هذا في تيسير انتبه للجواب. يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك عملة ورقية، كانت هناك فضة وهناك ذهب، فالذي عنده ذهب كان يخرج من زكاة الذهب، والذي عنده فضة كان يخرج زكاة الفضة. استحدثت العملة الورقية، كان لها في الأول رصيد ذهبي، فكنا نقول للناس لأن لها رصيد ذهبي اخرجوا على الذهب. نصاب الذهب 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 من عيار 24، ولكن الآن ما أصبحت في كثير من الدول أرصدة ذهبية، بل جعلوها الدولار، فالأمر اختلف شيئا ما. فنقول إذا أردت أن تخرج على أيهما جاز لك ذلك، وإخراجك على نصاب الفضة أنفع للفقير في دنياه وأنفع لك في دينك، والله أعلم. لكن لو أنا أخرجت على الذهب لا حرج علي. نعم، لكنك شخص يعني مش كريم. ماشي، لا ما مش مش ماشي، هي كده ما فيش. بقول لك يعني أنا أرشدتك للنافع لك في دينك، لكنك تأبى ومن يبخل في لا 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 ما فيش مشكلة إن شاء الله. تعرف كلها تفرق كم يا أخي؟ 2.5%. إذا كان معك 100,000، 2.5 للفقراء لك أنت في سجلك، و 97.5 لك. يعني كن كريما مع ربك. نعم الله علينا من رؤوسنا إلى أقدامنا ليل نهار. لعل الله يصرف عنك الضر. السلام عليكم. لا إله إلا الله. كتاب الداء والدواء كتاب طيب في الجملة، لكن به بعض الأحاديث الضعيفة، اشتري النسخة المحققة. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. يا أهلا بك ومرحبا بك. أنا أشهد الله أن أحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أن أسأل الله سبحانه وتعالى يمتعك بالصحة والعافية يا رب. ولك بمثل. يا رب. شيخنا عندي أسئلة كثيرة، لكن أقتصر على السؤال الأول. السؤال الأول سيدنا في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سيدنا، هل لكل واحد جنة عرضها السماوات والأرض، ولا هي جنة واحدة للجميع؟ جنة للجميع عرضها السماوات والأرض، لكن الله سبحانه يعني إذا كان هذا العرض فنظنك بالطول، الطول لم يحدد من عظمه. نعم بس. نعم، أنت لا تعمل خريطة للجنة كم هي بالضبط يعني، وبعدين تقول لها تكفي الناس إزاي و... أيوه. ويخلق ما لا تعلمون. نعم صحيح، صدقني. تفضل. الله يخليك. كيف سيدنا مبارك؟ لا تسلم الدعاء سيدنا الشيخ. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك. السلام عليكم. الشيخ ابن عثيمين عالم من علماء المسلمين، كيف نسأل عنه يا محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. حضرتك، في واحد عندنا في الأرياف عنده عزكم الله حمار. لماذا قلت أعزكم الله في هذا المقام؟ وأعزك الله أيضا، لكن درج الناس يعني على أن يأخذوا. عنده حمار أعزك الله، عنده مش عارف بقر أعزك الله، عنده زوجة أعزك الله، ليه كده؟ يعني بعض البدو في السعودية وفي الدول الخليج لك الحرمة أعزك الله، ما عزني الله صح، دعاء طيب، لكن لماذا ذكرت ذلك بعد الزوجة؟ في بعض الدول يقولون كده، الحرمة أعزك الله، الجمل الحمار أعزك الله، يعني دخيلة على لغتنا، دخيلة علينا هذه الكلمة في هذا الموطن. الاصطلاحات هذه لازم يعني تنقح يا عبد الرحمن. تستحي المرأة أن تقول أنا حاضر، تقول البيريود قالت لي. بيريود إيه بيريود؟ ربنا أحسن كلاما منك ومن زوجك ومن أهل بيتك.
ما المانع احطي انا فيستي كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن لازم تجيب كلمه عجميه البريود كمان. احسن لغه اللغه التي نزل بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ نعم اتفضل. انا بس كنت عايز اسال حضرتك حاجه يا شيخ. انا والدي ربنا يديله العمر وحسن العمل مقربه 80 سنه، تمام، والحمد لله رب العالمين، هو بكامل قواه العقليه. طيب. طيب تمام. والدي يعني ليه اطباع، لو انا يعني ما قدرتش ان انا يعني اوضحها له بافعاله هو هيهلك بيها، هيهلك بيها فعلا، وانا مش قادر. عفوا، يهلك في دنيا او في دنيا؟ والله في الدين والدنيا. طيب والسؤال؟ السؤال انا دلوقتي يعني انا لو سبته يعني لو سبته يعمل اللي هو بيعمله بيهلك، والهلك ده بيعود على الضرر جامد. انا ما عنديش مشكله والله اشيل والدي في عناية الاثنين، بس انا لو سبته هل انا يعني اسيبه؟ طب هيهلك. طب لو ما سبتوش، لو دخلت معاه في حوار بيزعل. عفوا السؤال يعني ممكن تذكر لنا مثالا؟ يعني هقول لحضرتك امور دنيويه مثلا. مثلا ماشي. يعني مثلا يعني شيء ما مثلا يعني في حقنه من الحقن مثلا، شيء ما مثلا انا خفت عليه ان هو ياخدها مثلا، فيعني فوجئت لقيت ان كل الناس بتكلمني انت مانع والدك ياخد الحقنه ليه. انا كلمته بيني وبينه قلت له يا بابا بلاش عشان انت السن والكلام ده. المهم راح خلى جار من جيراننا خده واداله الحقنه. لا عفوا اتفضل. انت رايك الان تصادم مع راي الناس. نعم رايك تصادم مع راي الناس. تمام. الناس يرشحون لابيك ان ياخذ الحقنه وانت ترى فيها ضرر. من قال لنا ان رايك هو الاصح؟ اليس الاصح راي الاطباء؟ هقول لحضرتك يا شيخ، اول ما خدها تعب جدا جدا جدا، ودخل المستشفى لدرجه ان احنا يعني اتقال، انا مش عايز اقول لحضرتك، العيله باكملها بالنسايب جات لهم نفس اللي هو عنده دوت، نتيجه ان احنا كنا بنتعامل معاه فاكرين انها اعراض الحقنه اللي هو خدها، لغايه ما اصيب الحقنه كان هو يعني النهايه. يعني عفوا النهايه انت لست وحدك الذي في الصوره، في قوم اخرون يقومون على امر والدك غيرك، في اطباء تشخص الحاله. اذا الطبيب قال لا هذه الحقنه مضره نمنعها، اذا يعني اتفقت كلمه الاطباء على ان هذه الحقنه مضره نمنعها، إذا الأطباء قالوا لا ليست بمضرة لا نمنعها. تمام خلاص. تمام طالع. أنا لا أنا بدي هل لازم أحدد الصورة التي أقرأ بها قبل الدخول في الصلاة؟ لا يلزم. جزاك الله خير يا أم رجان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. نعم يا حبيبي اتفضل. حضرتك كنت انا بكلمك دلوقتي بقول لك على موضوع الحمار. يعني ايوه قلت الحمار اعزك الله. اتفضل. كبر في السن وما عادش بيشتغل. ايوه هو واقف ياكل بس، يجوز ان احنا مثلا نسيبه يمشي ولا ما ينفعش؟ سيبه يمشي ما فيش مشكله، يعني اتركه خلاص ربنا يتولاه. سؤال تاني معلش يا شيخنا، بالنسبة لحوار مثلا لما حد يقول واحد عنده عمل أو حاجة، واحدة بتقول اقرأوا مثلا سورة البقرة كاملة، سورة محمد كاملة، وتقول اقرأوا سور كتير كده مثلا، ده حكمه إيه؟ أما البقرة ففيها النص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فالبقرة فيها بركة، والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما سورة محمد
ليس هناك نص يفيد أن صورة محمد تطرد الشياطين. ده هي قايلة لنا صور كتير زي مثلا البقرة آل عمران إن محمد. لا ليس عندها علم. الذي فيه هي آيات صور محدودة جدا عموما قرآن طيب في البيت عموما، لكن الصور التي أتت فيها نصوص البقرة وفي ثناياها في البقرة عندنا آية الكرسي، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، عندنا المعوذات، عندنا فاتحة الكتاب، هذه التي وردت فيها أشياء تتعلق بالشفاء بإذن الله تعالى. وعموما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب بالنسبة لحوار الملح نقرأ عليه والمسك ملح يا عم، الملح ده ما فيش فيه أي منقبة في عن رسول الله عليه السلام، يعني الملح ما فيش أي دليل يقول علمناه إن الملح يطرد العفاريت. والمسك الأحمر؟ ولا مسك أحمر ولا مسك أسود، ما فيش الكلام ولا ده، ولا زئبق ولا مش عارف إيه الكلام ده كله، ما عندناش فيه نصوص. طيب آخر حاجة معلش يا شيخنا، الموضوع إن إحنا بيقولوا ولعوا ولعة، تجيب يعني الناس استنارت، حتى أهل الريف استنار، ولعوا ولعة إيه ويعمل شبة وفسوخ، كل الكلام ده خلاص انتهى يا بني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الغالي يا رب. وفيك الله يحفظك. بقول لحضرتك سؤالين بس. السؤال الأول، لو في حد مثلا لو أنا كنت ماشي مثلا ناحية المستشفى وراح كده لقيت واحد إنه هو بيتكلم، واحد في التليفون بيقول له بوس إيدك عايز 250 جنيه عشان أجيب الدم من أمي، فلو صعب عليا مثلا وعطيته الفلوس وطلع هو نصاب، انا اخد الفلوس ان شاء الله لك الاجر. والله تصدق رجل. طب السؤال الثاني، فقال ماشي اتفضل. تصدق رجل ذات ليلة على غني، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، ثم قال اتصدقن اذن. طيب الحديث معروف، تفضلي. ايوه شيخ. السؤال الثاني، لو في واحده اخت مثلا وقعت في فتنه ومثلا هي متجوزه وكلمت حد غير جوزها، بس هي ندمت وطيبت وكده وربنا وندمت واستغفرت، هي كانت بتسالني يعني كده خلاص الحمد لله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا يبارك فيك ويدعينا يا شيخ. وياك الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، الجيران بتأذينا من سنين واحنا مش قادرين نستحمل. هذا يعني سحر ولا هذا شتيمة وسب؟ يعني زي بتيجي مثلا يكبوا مية وحشة قدام البيت واحنا ولا يهمك مية وحشة، اغسل المية وخلاص ولا اشكال ابدا، اعرض عنهم ما توكل على الله، ازداد شرهم انتقل من المكان. بيتعدوا على الاطفال وهي ماشية وبيقولوا كلام خارج خلاص انتقل من المكان، اذا يسر الله لك مكان اخر ابحث عن ناس طيبين. للأسف احنا في الارياض في الصعيد. طيب ماذا اصنع يعني، خلاص اصبر ودع الله ان يصرف عنك اذاهم. ما احنا مش معنا غير ان احنا ندعو لله. احسن ابرك شيء وانفع شيء، ان الله لن يتسلط قوم على قوم الا اذا سلطهم الله، ولن ينكف اذى قوم عن قوم الا اذا كفهم الله، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. شكرا يا شيخ. بهذا القدر أجتدي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أسكننا الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. يا خير الرازقين ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه وسلطنا على هلكته في الحق يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيتك يا رب العالمين، وعملا صالحا وخلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم بحفظك واكلهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين سلمنا وسلم المسلمين والمسلمات من كل مكروه ومن كل سوء يا علي يا عظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.